من أرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة عاصمة الميادين. تابعت هذه الانطلاقات التي انطلقت لسن الإذاعة في هذا اليوم، الأشواط لأبناء القبائل، شوط الختام، شوط الوداع ينطلق بحفظ من الله ورعايته. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين، وكما نذكركم بانطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم التي خصصت لهجن أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى التوفيق للجميع. نذهب مباشرة إلى مسار الشوط الختام، إلى انطلاق هذا الشوط لأبكار الإذاعة المهجنات الأصايل. مسافتنا هي المقررة والمعتادة لهذا السن، 6 كيلومتر. مقدمة الشوط ثمينة لسليم بن سالم بالأسود العامري، من يقدم لنا ثمينة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. انتقل مباشرة مع المركز الثاني من الجانب الآخر. هنا مشاهدينا الكرام من تأتي في هذه اللحظات مودة، عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري من يقدم لنا مودة مع المركز الثاني في ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام الوصول مع المركز الثالث والقدوم من غادة، تعود الملكية من يقدمها مشاهدينا الكرام. هنا في هذا المسار محفوظ بن خميس آلي نيبي يقدم لنا غادة مع المركز الثالث. رابع المراكز تصل مشاهدينا الكرام وتنطلق في هذه اللحظات الفاتنة، تعود الملكية علي بن محمد بن قناص العامري، ولكن الوصول والقدوم من المتحدة، تعود الملكية لعلي بن عبيد بن عيد المنصوري من يقدم لنا المتحدة، تغير مباشرة مع المركز الرابع. وفي خامس المراكز الفاتنة علي بن محمد بن قناص العامري، ومن الجانب الآخر الوصول الجديد هنا تنضم في هذه اللحظات خود، تعود الملكية مشاهدينا الكرام لمحمد بن صالح بن حمد القمرة من يقدم لنا خود هذا الاسم. هنا مشاهدينا الكرام القادمة في هذه اللحظات الوصول والانطلاق من ثمينة لسليم بسالة بالأسود العامري من يقدم لنا ثمينة، الانطلاق هنا مع المركز السابع في هذه اللحظات. سابع المراكز أرى في سابع المراكز من تتقدم هنا، وتأتي مشاهدينا الكرام الفاتح علي بن محمد بن قناص العامري، وفي ثامن المراكز من حاف عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري وصل المجازف ويقدم لنا من حاف. تاسع المراكز الظبي تعود الملكية لخميس بن عبد الله بن حمد المنصوري، وفي عاشر المراكز من تاتي براقة تعود الملكية لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوة. هكذا النتيجة، هكذا المساري والانطلاق لشوط الختام. من سيسدل ستار هذه الفترة الصباحية لهذا السن مع شوط الختام واختامها؟ مسك نقول نعود حيث البداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. من تسيطر هنا؟ الدرعية، الدرعية مع البداية، سالم بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الدرعية مع البداية الأولى مع الصدارة المقدمة، مودة لها مباشرة. عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري المركز الثالث. تصل مشاهدينا الكرام وتنطلق هنا غادة، غادة تعود الملكية لمحفوظ بن خميس آلي نيبي من يقدم لنا غادة، والواصل المتحدة علي بن عبيد بن عيد المنصوري تنضم مباشرة هنا مع انتصاف المسافة لافتة 3 كيلومتر ما تبقى عن خط النهاية ومن عمر هذا الشوط. تقدم ممتاز هنا، وصول من خود محمد بن صالح بن حمد القمرة من يقدم لنا خود مع المركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز من اللي وصلت هنا مشاهدينا الكرام؟ تتقدم براقة، تعود الملكية لمحمد بن احمد بن سعيد بن حلوة من يقدم لنا براقة مع المركز السادس. وفي سابع المراكز الفاتنة علي بن محمد بن قناص العامري، والوصول مع المركز الثامن من ثمينة سليم بن سالم بالأسود العامري من يقدم لنا ثمينة، وموقف ثمين للناموس. المركز التاسع تصل من حاف عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز العاشر الوصول والانضمام هنا والتقدم من الظبي، تعود الملكية علي بن مانع برحمة الشامسي من
من يقدم لنا الظبي. هكذا مسار الشوط، هكذا انطلاقه، هكذا لمن الفوز والناموس. ما بين هؤلاء الاسماء محتارين ما بين هان الندر المهجنات الاصايل التي صارا وجالا بالنواميس واهدا ملاكهن في جميع الميادين في جميع هذه المهرجانات. نعود حيث البدايه، نعود الى مقدمه الشوط، الى الدرعيه. يا سلام يا الدرعيه، ويا سلام يا البرنس سالم بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا الدرعيه. تليها مباشره هناك المتحده، من تتحد فالاتحاد قوه، من اجل الناموس 2 كيلو متر يقدمها علي بن عبيد بن عيد المنصوري. هنا مشاهدينا الكرام المركز الثالث قند من الجانب الاخر، تعود الملكيه وغاده محفوظ بن خميس الينيبي يقدم الزعيم غاده مع المركز الثالث. المركز الرابع مودع عبد الله بن محمد بن عاضد المهيري مع المركز الرابع، ولكن القدوم والوصول خود وصلت خود وصلت خود. مرحبا بك يا بن قمره صالح محمد بن صالح بن حمد القمره من يقدم لنا خود. تغير من مركز الى مركز، تنضم براقه محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه. يا هي الاسامي بدات تجمع هنا من السبق مع الكيلو نصف الاخير، كيلو ونصف الكيلو عن الفوز والانتصار. المتحده علي بن عبيد بن عيد المنصوري. انضم مشاهدينا الكرام، وصلت نوف وصلت نوف وصلت نوف، ومرحبا بك يا مالك نوف. من يقدم مشاهدينا الكرام هنا محمد بن احمد بن هويمل العامري من قدم لنا ابداع في هذا الصباح، يبي يضيف النقاط الذهبيه. يا سلام يا بن هويمل، ولكن نعود مع براقه، براقه مع المقدمه، ابرقت براقه، ابرقت بالناموس براقه، تلضي ببرقه الناموس والانتصار. يا سلام على ضاب الفوز عندك يا براقه. محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه من يقدم لنا هنا براقه، الكيلو متر الاخير لا بعد كيلو، روح يا بن حلوه. هنا مشاهدينا الكرام وحلوه بالفعل يا بن حلوه، معروض براقه. يا سلام. المركز الثاني هنا غاده محفوظ بن خميس الينيبي. المركز الثالث خود محمد بن صالح القمره. يا سلام، تتقدم المتحده علي بن عبيد بن عيد المنصوري، يصل هنا، وصل ايضا بن مظفر ارى شعار عصوغه من وصل في هذه اللحظات وانطلق. يا سلام، لمن الفوز يا ترى؟ لمن الانتصار؟ راهي مبارك بن مظفر بن محمد العامري، ولكن هناك يوصلوا من الدرعي. يا سلام يا شقره، سيف بن علي بن سعيد الدرعي. يا سلام، واجهتنا من حيث لا نعلم ما يبنالها طاري. ما شاء الله تبارك الله على هذا الفوز والابداع مع براقه. براقه براقه وشقره يا سلوك، لحق تنت الحق الحوق الشواهين. دير البال يا براقه، دير البال يا براقه، من شقره من شقره، شقره وبراقه، براقه وشقره، براقه يا سلام. وبان البرق مع خط النهايه براقه، شقره شقره شقره، شقره وبراقه، براقه ما سلمت، شقره تحاول تخطط تهجم بكل قوه. هنا مشاهدينا الكرام خط النهايه، خط النهايه، بكل احترام لبراقه، بكل فوز بكل انتصار. اشكرك يا بن حلوه، حافظت بالفعل للناموس دايم. تهانينا والناموس لمالك براقه محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه. المركز الثاني شقره سيف بن علي بن سعيد الدرعي. المركز الثالث اتت المتحده علي بن عبيد بن عيد المنصوري. المركز الرابع الفاتن علي بن محمد بن قناص العامري. المركز الخامس حربه محمد بن راشد بن حمد الدرعي. 9 دقائق و21 ثانية وفاء وتماما. هانينا والناموس لمالك براقه محمد بن احمد بن سعيد بن حلو على هذا الفوز. المركز الثاني شقره سيف بن علي بن سعيد الدرعي. تهانينا والناموس. 9 دقائق و21 ثانية وجزء واحد من الثانيه. المركز الثالث كان من نصيب المتحده علي بن عبيد بن عيد المنصوري. قطعت المسافه 9 دقائق 22 ثانية 3 من الاجزاء. هكذا كانت النتيجه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين في جميع هذه الاشواط.